بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة احنا كده ان شاء الله فضلنا تقريبا تجربتين او ثلاثة في البلوك. التجربة بتاعت النهاردة ان شاء الله عندنا اوزموتيك فراجيليتي. يعني ايه اول حاجة كلمة اوزموتيك او كلمة اوزموزيس؟ لو بصينا على الرسمة دي، الرسمة اللي في النص ده عبارة عن حوض مية. حوض المية ده مقسوم في النص هنا كده فلتر بيبر. الفلتر بيبر دي بتعدي مية بس ما بتعديش الاملاح، اللي هي الاملاح اللي باللون الاحمر، تمام؟ بتعدي ميه بس ما بتعديش املاح. اهي دي الاملاح وده حوض ودي الفلتر بيبر. عشان نفهم كلمه اوزموزيس، السؤال اللي انا هساله هي المفروض الميه هتتحرك من الجنب A للجنب B او من الجنب B للجنب A. انتوا تتوقعوا لو في جنب فيه ملح والجنب الثاني اللي هو الايه ده ما فيهوش اي حاجه، الميه هتبتدي تتحرك من فين لفين؟ قال لك الميه هتبتدي تتحرك من الجنب اللي فيه املاح اقل للجنب اللي فيه املاح اكتر، يعني في الاتجاه ده كده. في الاتجاه ده. يعني الميه هتبتدي تتحرك من الجنب ايه للجنب بي. ليه؟ قال لك الميه الملح الجنب اللي فيه ملح ده بيسحب الميه ناحيته. بيسحب الميه ناحيته بالاسموزيس، الخاصيه الاسموزيه. فالجنب ده هتلاقي فيه الميه زادت عن الجنب A، الجنب B الميه فيها هتزيد عن الجنب B. ليه؟ لان فيه املاح اكتر. فقالوا طيب احنا هنطبق نفس القصه دي على الار بي سيز. هنجيب ار بي سي هايه وهنحط الار بي سي هايه دي الاول في محلول ملح تركيزه 9/10%. قال لك تركيز محلول الملح، يعني ايه كلمه محلول ملح؟ يعني ميه وحطيت عليها ملح بتركيز قد ايه؟ تركيز 9/10%. طب اشمعنى 9/10%؟ قال لك لما بتجيب ميه وتحط عليها ملح NaCl بتركيز 9/10% خلاص المحلول نفسه بيبقى عامل زي البلازما. بيبقى ليه نفس الافكت بتاع البلازما. فاكنك بالظبط لو جبت محلول ملح حطيت الار بي سيز بالظبط في بلازما. فبالتالي الار بي سيز بيبقى جواها املاح. الار بي سيز كده بيبقى جواها املاح. خلاص؟ لا هي هتسحب ميه ولا هيخرج منها ميه. ليه؟ لان انا اكنك حاططها في بلازما بالظبط. اكنك حاططها في ايه؟ في بلازما بالظبط. طيب لو جبت حوض ميه تاني وحطيت فيه الار بي سي بتاعتي اللي فيها الاملاح من جوه طبعا، يعني ايه املاح؟ يعني صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، بايكارب، كل الحاجات دي من جوه الار بي سيز بتاعتي. بس الحوض ده فيه ميه وفيه ووتر. ووتر ما فيهاش اي املاح. طيب هي كده الميه هتبتدي تتحرك من فين لفين؟ من الجنب اللي فيه املاح اقل للجنب اللي فيه املاح اعلى. فالميه هتبتدي تتحرك من بره لجوه الار بي سيز بتاعتي. فالار بي سيز بتاعتك هيبتدي يدخل فيها ميه، يدخل فيها ميه، يدخل فيها ميه لحد ما حجمها هيكبر كده. هيفضل يدخل فيها ميه لحد ما حجمها هيكبر خالص، لحد ما الار بي سيز بتاعتك هتفرقع. الممبرين مش هيستحمل فهتفرقع. طيب لو جبت حوض ميه وحوض الميه ده فيه ووتر، بس الووتر دي حطيت فيها ملح كتير قوي. حطيت فيها ملح زياده ورحت حاطط الار بي سيز بتاعتي فيها. قال لك الميه هتبتدي تتحرك من الجنب اللي فيه املاح اقل للجنب اللي فيه املاح اكتر، فالميه هتبتدي تخرج من الار بي سيز للحوض بتاع الميه. فالار بي سيز بتاعتك هتبتدي شرينك. شرينك يعني ايه؟ هتبتدي تكش لان الميه اللي جواها اتسحبت. الميه اللي جواها ايه؟ اتسحبت. طيب ده البرنسبل بتاعنا، ان احنا بنعتمد على حاجه اسمها الاسموزيس او الخاصيه الاسموزيه، اللي هي حركه الميه من الجنب اللي فيه املاح اقل للجنب اللي فيه املاح اعلى. وقال لك هنستعمل القصه دي في ان احنا هنختبر بيه الممبرين بتاع الار بي سيز. الممبرين بتاع الار بي سيز هيستحمل ندخل فيه ميه قد ايه؟ يعني الار بي سيز بتاعتنا هتستحمل يخش فيها ميه قد ايه لحد ما الممبرين ده يفرقع؟ قال لك لو الممبرين طبيعي هيخش فيه مثلا 100 مللي مش هيفرقع. ده لو الممبرين طبيعي، انا بدي مثال، لو الممبرين طبيعي هيخش فيه 100 مللي ميه جوه الار بي سيز بتاعتي مش هيفرقع. طب لو الممبرين فراجايل، يعني الممبرين ضعيف، قال لك لو الممبرين فراجايل وانت الطبيعي بتاعك ان الار بي سيز بتستحمل 100 مللي، قال لك لو الممبرين ده فراجايل، قال لك الار بي سيز بتاعتك هيخش فيها مثلا 50 مللي، هتلاقي الار بي سيز بتاعتك فرقعت. يبقى التيست بتاع الاوسموتيك فراجيلتي بنتست بيه ايه؟ قال لك بتست بيه الفراجيلتي بتاع الممبرين بتاع الار بي سيز. هل الممبرين ده طبيعي ولا فراجايل ضعيف؟
طب هنعمل التجربه دي ازاي؟ بص بقى على الانابيب الخمسه دول اللي في الجنب هنا. الاول هنتكلم اول حاجه على شخص نورمال، هنجيب عينه دم من شخص نورمال وهنعمل ايه؟ قال لك الانابيب دي كل انبوبه فيهم هنحط فيها تركيزات محلول ملح مختلفه، يعني كميه الملح اللي في كل انبوبه عن الثانيه مختلفه. مين اكتر واحده من دول فيها محلول ملح او فيها ان اي سي ال او فيها املاح؟ قال لك العينه اللي هي 9 من 10%، تمام، دي اكتر حاجه فيها ملح. طب مين العينه اللي ما فيهاش املاح خالص؟ قال لك العينه اللي فيها ووتر، اللي فيها ميه. ودول بنسميهم الستاندرد بتاعتي. الستاندرد يعني ايه؟ يعني اللي انا متاكد بنسبه 100% ايه اللي هيحصل فيه. ليه؟ قال لك لان انت لما تحط، طب التجربه بنعمل ايه بقى؟ قال لك انت بتحط اول حاجه محاليل ملح مختلفه في كل انبوبه من دول بالتركيزات دي، 9 من 10 7 من 10 5 من 10% 3 من 10% ووتر. واحنا ماشيين في الاتجاه ده كده، انت كميه الملح اللي في كل انبوبه بتقل عن اللي قبليها. يعني دي اكتر حاجه فيها ملح 9 من 10، اقل حاجه فيها محلول فيها املاح اللي هي الانبوبه اللي فيها الووتر. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ قال لك بتجيب عينه الدم اللي انت سحبتها من شخص وبتحط نسبه او كميه من الدم بتاعته في كل انبوبه من دول. وبتسيب الانابيب دي، يعني بتسيب الانابيب دي فتره وبعد كده بتيجي تبص عليها. خلاص؟ يعني بتسيب الانابيب بتاعتنا مثلا بتاع 30 دقيقه نص ساعة وبعد كده بنيجي نبص عليها بعد ال 30 دقيقة. طيب مين الأنبوبتين اللي أنا متأكد إيه اللي هيحصل فيهم؟ قال لك الأنبوبة 9 من 10 والأنبوبة اللي فيها ملح. إشمعنى الأنبوبتين دول؟ قال لك الأنبوبة اللي فيها 9 من 10 محلول ملح تركيز 9 من 10 قلنا ده عامل زي البلازما بالظبط. قال لك الأر بي سيز بتاعتك اللي هي كانت موجودة هنا مش هيحصل فيها أي حاجة، لا هتسحب مية ولا هيدخل فيها مية. ليه؟ أنا حاططها في بلازما. فبالتالي الأر بي سيز بالسبيسيفيك جرافيتي بتاعتها بالتقل بتاعها هتبتدي تترسب في البوتوم اوف ذا ايه اوف ذا تيوب، في الانبوبه من تحت بالتقل بتاعها تبتدي تترسب تحت. هتلاقي في حاجه عامله زي الرمله الحمراء كده اللي هي الرسمه اللي انا راسمها تحت دي، ان الار بي سيز بتاعتي كلها مترسبه تحت في الانبوبه. طب الجزء اللي فوق ده من محلول الملح، قال لك الجزء اللي فوق ده ما دام ما فيش ار بي سيز اتكسرت عندك هتلاقيه لونه كلير. هتلاقيه ايه؟ كلير. كلير يعني شفاف، مش لونه احمر، ما فيش اي حاجه اتكسرت من الار بي سيز بتاعتك، ما فيش هيموليسيس. طيب يبقى دي الانبوبه 9 من 10 اللي اتاكدنا ان مفيش اي مشكله هتحصل فيها. طب تعالوا نشوف الانبوبه اللي فيها الووتر. قال لك الانبوبه اللي فيها الووتر دي لما تحط فيها عينه الدم بتاعتك او الار بي سيز، قال لك الووتر اللي هنا دي ما فيهاش ملح خالص، طب الار بي سيز بتاعتك فيها املاح، طب الميه هتبتدي تتحرك من فين لفين؟ من الجنب الميه هتبتدي تتحرك من الووتر اللي فيها املاح اقل لجوه الار بي سيز اللي فيها املاح اكتر. فالار بي سيز بتاعتك هتبتدي تتنفخ، هتبتدي تتنفخ لحد ما ايه؟ لحد ما تفرقع. هتبتدي تطلع الهيموجلوبين بتاعها جوه هنا. طب كل الار بي سيز هتفرقع؟ اه كل الار بي سيز هتفرقع، كل الار بي سيز مش هتستحمل. فبالتالي هتلاقي السلايم بتاعك في الانبوبه دي من اوله لاخره كده لونه احمر. ليه كل الار بي سيز اتكسرت؟ طب في حاجه هتبقى مترسبه تحت؟ يعني في شويه رمله كده اللي هم الار بي سيز بتوعك مترسبين تحت؟ لا، كل الار بي سيز بتاعتك اتكسرت. يمين الانبوبه اللي ما فيهاش اي ار بي سيز بتتكسر، قال لك الانبوبه اللي ما فيهاش اي ار بي سيز بتتكسر الانبوبه الاولانيه اللي هي 9 من 10% اللي فيها محلول ملح 9 من 10%. ليه؟ لان ده زي البلازما ما بيكسرش الار بي سيز. طب الار بي سيز هتتكسر في مين كلها؟ توتالي او كومبليت هيموليسيز، قال لك الانبوبه الاخرانيه اللي احنا حاطين فيها هو. طب ايه قصه الانابيب اللي في النص دي؟ يبقى في انبوبتين عندي ستاندرد هما اللي انا هحكم بيهم على الثلاث انابيب اللي في النص، ايه اللي حصل فيهم بالظبط؟ قال لك تعالى نشوف الشخص النورمال لما اقلل الملح شويه في الانبوبه بتاعتي ايه اللي هيحصل؟ قال لك لما تقلل كميه الملح اللي في الانبوبه لحد ما يوصل ل 7 من 10% لاحظنا ان الانبوبه اللي فيها تركيز محلول ملح 7 من 10% شبه الانبوبه الاولانيه، شبه التيوب الاولانيه. بمعنى ايه؟ قال لك بمعنى ان السلايم فوق هنا كتير والار بي سيز بتاعتي اترسبت تحت برضه. طيب يبقى كده مفيش لسه ار بي سيز اتكسرت عندي. طيب كميه الميه اللي دخلت هنا، كميه الميه اللي دخلت في الانبوبه اللي هي 7 من 10 جوه الار بي سيز اكتر من كميه الميه اللي دخلت في الانبوبه اللي تركيز محلول الملح فيها 9 من 10. اه ليه؟ لان في الانبوبه 7 من 10 دي انت قللت تركيز محلول الملح شويه، فبالتالي مين اللي الاملاح فيه زادت سنه؟ قال لك جوه الار بي سيز تعتبر زادت سنه بالنسبه لبره، فهتبتدي الميه تتحرك من الجنب اللي فيه املاح اقل للجنب اللي فيه املاح اعلى، ففي شويه ميه زياده هتخش هنا. يعني انا لو مسحت الكلام ده كده ورسمت لك شكل الار بي سيز هتلاقي الار بي سيز بتاعتي هنا شكلها كده. لما قللت محلول الملح شويه او كميه الاملاح في المحلول بتاعي شويه وحطيت الار بي سيز،
الاربسيس دخل فيها شويه ميه فكبرت في الحجم. تمام؟ طيب يبقى الانبوبه دي السبعه من عشره حصل فيها اي حاجه؟ لا، الانبوبه بتاعتي استحملت، الاربسيس بتاعتي استحملت. طب لما قللت تركيز محلول الملح في الشخص الطبيعي وحطيت الاربسيس بتاعته في محلول ملح تركيزه 5 من 10%، قال لك لقينا في شويه اربسيس اترسبوا تحت، بس السلاين فوق الاربسيس هنا السلاين ما بقاش لونه كلير، السلاين بقى له تنجد ريد. يعني ايه تنجد ريد؟ يعني لونه احمر فاتح خفيف. طب ده معناه ايه الكلام؟ ايه بقى الكومنت بتاعك على الانبوبه اللي تركيز محلول الملح فيها 5 من 10%؟ قال لك الكومنت بتاعنا ان في شويه اربسيس اتكسروا هنا. ليه في شويه اربسيس اتكسروا هنا؟ قال لك الممبرين بتاعهم ما استحملش ان هم يخش فيهم شويه ميه زياده نتيجه ان انا قللت محلول الملح فين؟ في المحلول اللي انا حاطه في الانبوبه. فالاربسيز اتنفخت لحد ما في شويه اربسيز الممبرين بتاعهم ضعيف ففرقعت. الاربسيز دي طلعت الهيموجلوبين سبقت لي السلايم بتاعي باللون الاحمر اللي فات. يبقى اول سؤال هساله لك في الشخص النورمال، الاربسيز بتاعته بتبتدي تتكسر عند تركيز محلول ملح كام؟ زي ما انا كاتب كده الستارت بتاعتنا، وده اشهر سؤال بيجي في التجربه بتاعت الاوزموتيك فراجيليتي، الستارت اوف هيموليسيس في الشخص النورمال عند تركيز محلول ملح كام؟ قال لك 5 من 10%. الاربسيز بتبتدي تتكسر عند 5 من 10%. طيب لما ابتديت اقلل محلول الملح او تركيز الملح في المحلول اللي انا حاطه في الانبوبه لحد ما وصلت ل 35% تركيز محلول الملح، لقيت الانبوبه بتاعتي لما حطيت عينه الدم لقيت الانبوبه بتاعتي شبه الانبوبه اللي فيها ووتر. يعني ايه شبه الانبوبه اللي فيها ووتر؟ مفيش اربسيز مترسبه تحت والانبوبه كلها لونها احمر. بقت شبه الانبوبه اللي فيها ووتر. طب معناه ايه الكلام ده؟ قال لك معناه ان عند تركيز 35% محلول ملح تركيز 35% بيحصل كومبليت هيموليسيز للاربسيز بتاعت الشخص المرضي. يبقى لما اجي اسالك الشخص النورمال الاربسيز بتاعته تتوقع هي هتبتدي تتكسر عن تركيز محلول الملح كام؟ هتقول لي 5 من 10%. طب الكومبليت هيموليسيز بتاعت الاربسيز بتاعته تقدر تستحمل لحد محلول الملح تركيزه كام؟ هتقول لي 35%. من اول 35% ونازل الاربسيز هتبتدي تتكسر كلها. طب لو قلت لك عند تركيز محلول الملح 4 من 10، عند تركيز محلول الملح 4 من 10%، الاربسيز بتاعتك هيحصل لها كومبليت هيموليسيز ولا نصها هيتكسر ونصها هيترسب تحت؟ لا، لو شخص نورمال نصها هيتكسر ونصها هيترسب تحت. ليه؟ لان انا لسه ما وصلتش للرقم ده 35%. هو بدايه من الرقم ده 35% الاربسيز بتاعتك بتبتدي كلها تتكسر. يعني 30% الاربسيز كلها تتكسر، 20% الاربسيز كلها تتكسر، 20 من 10 يعني تركيزك كده اللي هو 2 من 10%، يعني كده اللي هو كده ده الاربسيز كلها تبتدي تتكسر، 1 من 10% الاربسيس كلها هتبتدي تتكسر، وهكذا لحد ما نوصل ان احنا ما عندناش املاح خالص، فالاربسيس كلها بتتكسر زي اكنها في ايه؟ في حاططها في ميه بالظبط. يبقى السؤال اللي على الشخص النورمال لما هيجي لك في الامتحان هقول لك الستارت اوف هيموليسيس في الشخص النورمال عن كام والكومبليت هيموليسيس في الشخص النورمال عن كام؟ هتقول لي الستارت عند تركيز 5 من 10% والكومبليت هيموليسيس عند 35%. طب تعالوا نشوف بقى بنستعمل ازاي التست ده عشان نشخص بيه الناس الابنورمال، الناس اللي عندهم مرض. المرض بتاعهم اللي عندهم اسمه ايه؟ مرض اسمه هيرديتري سفيروسايتوزس. يعني ايه الهيرديتري سفيروسايتوزس؟ قال لك يعني الطبيعي بتاعت الاربسيس بتاعتنا ان شكلها باي كونكيف. يعني شكلها بالمنظر ده، ده الطبيعي بتاعنا كلنا. الناس بتقول الاربسيس بتاعتهم شكلها سفيريكال. طب ايه الفرق بين الاربسيس دي والاربسيس دي؟ قال لك الاربسيس الباي كونكيف عامله زي الكوره بالظبط. دي انا احط فيها 100 مللي ميه والاربسيهايه دي احط فيها 100 مللي ميه. لما احط 100 مللي ميه في الاربسيس اللي هي الباي كونكيف شكلها بدل ما هو باي كونكيف هتلاقي شكلها بقى عامل كده. اللي هي اتنفخت شويه. طب الاربسيس السفيريكال دي لما احط فيها 100 مللي ميه هتلاقيها اتنفخت قوي 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 فما استحملتش فهتبتدي تفرع. يبقى الشخص اللي عنده الاربسيس بتاعته سفيريكال الممبرين بتاعها بيبقى ضعيف. المرض ده بنسميه ايه؟ بنسميه هيرداتري سفيروسايتوزس. يعني ايه كلمه هيرداتري؟ يعني وراثي، وسفيروسايتوزس يعني ايه؟ يعني الاربسيس بتاعته بدل ما هي باي كونكيف بقت سفيريكال. طب تعالوا نشوف الشخص ده اللي هو عنده مرض اسمه هيرداتري سفيروسايتوزس لما احط الاربسيس بتاعته في نفس تركيزات محلول الملح بتاع الشخص النورمال ايه اللي هيحصل؟ جبت انابيب، 5 انابيب برضه، كل واحده فيها تركيز محلول الملح 9 من 10، 7 من 10، 5 من 10، 35 ووتر. طبعا اول انبوبتين انا متاكد ايه اللي هيحصل فيهم.
حتى في الشخص الابنورمال. الشخص الابنورمال لما احط الار بي سيز بتاعته في تركيز محلول ملح 9.10% ده زي البلازما، فبالتالي الار بي سيز بتاعته مش هتتكسر. لما احط الار بي سيز بتاعته في ووتر ما فيهاش ملح، الار بي سيز بتاعته كلها هتفرقع، فبالتالي الانبوبه بتاعته كلها هيبقى لونها احمر. طيب الثلاث انابيب اللي في النص، الشخص النورمال، الشخص النورمال لما كنت بحط الار بي سيز بتاعته في تركيز محلول ملح 7.10 الار بي سيز بتاعته كانت بتستحمل وما بتفرقعش. طب الشخص اللي عنده هيرداتري سفيروسايتوزس، وده اللي احنا بنشخص بيه بقى الشخص اللي عنده هيرداتري سفيروسايتوزس ده، لما بحط الار بي سيز بتاعته في تركيز محلول الملح 7.10% بلاقي في شويه ار بي سيز اترسبوا تحت وفي شويه ار بي سيز ابتدوا يفرقعوا. ايه ده؟ ده ايه اللي حصل في المرض في العيان اللي عنده هيرداتري سفيروسايتوزس؟ قال لك الار بي سيز بتاعته بتفرقع بدري، فبالتالي بشخص ان هو عنده مرض في الار بي سيز بتاعته هتخليها تفرقع بدري، اللي هو اسمه ايه؟ هيرداتري سفيروسايتوزس. فهتلاقي السلاين فوق الار بي سي لونه احمر فاتح وفي شويه ار بي سيز مترسبين تحت على الصباع. السؤال هنا بقى في العيان الابنورمال الار بي سي بتاعته بتبتدي تفرقع عند رقم كام او محلول ملح تركيزه كام؟ 7.10%. طب في الشخص النورمال الار بي سي بتاعته بتبتدي تتكسر عند تركيز محلول ملح كام؟ 5.10%. يعني استحملت شويه، لكن ده ما استحملتش، مجرد ما قللت محلول الملح شويه ابتدت الار بي سي بتاعته تتكسر. طب الشخص النورمال الكومبليت هيموليسيس بتاعه عند كام؟ هتقول لي عند 35%. طب الشخص الابنورمال اللي عنده هيرداتري سفيروسايتوزس الكومبليت هيموليسيس الار بي سي بتاعته كلها ابتدت تتكسر عند، او كومبليت هيموليسيس بتاعه عند كام؟ هتقول لي عند 5.10. عند تركيز محلول الملح كام؟ 5.10. يعني الار بي سي ابتدت تتكسر بدري والكومبليت هيموليسيس حصل برضه، حصل برضه ايه؟ بدري، حصل برضه ايه؟ بدري. يبقى احنا عندنا كده الملخص، عندي كام رقم انا عاوزك تحفظهم. في الاوزموتيك فراجيليتي تيست في الشخص النورمال الار بي سيز بتاعته بتستارت الهيموليسيز عند 5.10% تركيز محلول ملح. عند سلاين 5.10%. طب في الشخص الابنورمال انا اسف الكومبليت هيموليسيز في الشخص النورمال اللي عند كام؟ 35%. طب الشخص الابنورمال الستارت بتاعته عند كام؟ قال لك 7.10% الستارت، والكومبليت عند كام؟ 5.10%. ده الكومبليت هيموليسيس. الرقمين دول والرقمين دول تحفظوهم كويس قوي 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 عشان يتسيب الكلام. في سؤال كده بقى، يعني في سؤال على الحته دي ممكن نساله. الحاله الابنورمال بنسميها ايه؟ اسم الحاله الابنورمال يا جماعه ان هي اسمها هيرداتري سفيروسايتوزس، ان الاوزموتيك فراجيليتي تيست ده بيساعدنا في تشخيص مرض اسمه هيرداتري سفيروسايتوزس، اسم المرض ده حفظه. السؤال هنا بقى في الشخص النورمال ليه في شويه ار بي سيز ابتدوا يتكسروا عند 5.10 اللي هي البدايه بتاعته، وبعد كده كل الار بي سيز اتكسرت عند 35%؟ يعني السؤال بتاعي ليه مش كل الار بي سيز ابتدت تتكسر عند 5.10؟ في شويه منهم اتكسروا في الاول وفي شويه فضلوا مستحملين لحد 35. قال لك عشان حاجه اسمها اللايف سبان اوف ذا ار بي سيز، اسمها اللايف سبان. يعني ايه اللايف سبان؟ يعني عمر الار بي سيز في جسمنا، عمر الار بي سيز في جسمنا بيختلف. يعني ايه؟ يعني مش كل الار بي سيز في جسمك ليهم نفس العمر. الار بي سيز في جسمك بتقعد عمر قد ايه؟ عمرها قد ايه؟ 120 يوم. بعد ال 120 يوم الار بي سيز بتتكسر لوحديها، بيطلع منها بقى الهيموجلوبين والحاجات دي كلها، هي بيحصل لها هيموليسيس لوحدها، بتتكسر لوحدها بعد 120 يوم. طيب كل الار بي سيز في جسمي عمرها 120 يوم؟ قال لك لا، في ار بي سيز عمرها 10 ايام، في ار بي سيز جديده خالص عمرها يومين، في ار بي سيز عمرها 50 يوم، في ار بي سيز عمرها 110، في ار بي سيز عمرها 120. فالاعمار بتاعت الار بي سيز في جسمنا بتختلف. طب مين تتوقع ان الار بي سيز اللي عمرها قد ايه اللي ابتدت تتكسر بدري، اللي ما استحملتش حتى شويه ميه صغيرين يدخلوا جواها؟ قال لك الار بي سيز طبعا اللي عمرها مثلا 110 او 120 يوم. ليه؟ قال لك دي عمرها كبير عجوزه، فالممبرين بتاعها ابتدى يبقى فراجايل من كتر الحركه في السيركيوليشن، وقاعده قدامها فتره الممبرين بتاعها ابتدى يبقى فراجايل. فاللي بيتكسروا عندي في الشخص النورمال في الاول هنا، قال لك اللي هم مين؟ قال لك الشويه اللي هم الضعاف، اللي هم عمرهم كبير في السن، اللي هم عمرهم مثلا 110 120. طب مين الار بي سيز اللي فضلت مستحمله لحد الاخر هنا؟ قال لك الار بي سيز اللي عمرها صغير، عمرها يومين 10 ايام 20، اللي لسه الممبرين بتاعها الاستيك وجديد، فتقدر تستحمل كميه ميه اكتر ايه تدخل جوه. احنا كده خلصنا التجربه بتاعه الاوزموتيك فراجيليتي. المره الجايه ان شاء الله هناخد الجزء بتاع البليدنج تايم والكواجيشن تايم، ده السكشن الجاي ان شاء الله.